السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريم علي، أهلا بيكم في قناة فكرة تاني. حصوات الكليتين سؤال اتسألته كتير جدا، إزاي أقدر أتخلص من حصوات الكليتين من غير ما يبقى في عملية وفتح وإزالة؟ إزاي يا دكتور نحافظ على أنفسنا ما يجلناش حصوات الكليتين؟ إزاي أحافظ على صحة الكلية وسط الملوثات في كل شيء؟ هتكلم على الموضوع ده، وده هياخدني لكام فرع كده، وهتكتبوا شوية كلام عسل النهاردة. هدخل في الموضوع على طول، نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. هتكلم عن موضوع الكليتين دلوقتي، وعندي كلمتين في الاخر لعائلة فكرة تانية او للشباب الصغير كده عشان ما تمشوش. الكليتين هما الخط اللي بعد الكبد في تنظيف جسمك، يعني الكبد هو اللي واخد متصدر الموقف، بيعمل ديتوكس، بينظف جسمك من الأدوية، بينظف جسمك من المبيدات، بينظف جسمك من المعادن، من كل حاجة. الكبد تاني خط بعدي ايه؟ الكلية. ففي حاجة اسمها ديتوكس كبد هنتكلم عليها في يوم من الأيام، وحاجة اسمها ديتوكس كلية. خلاصة كلامي ايه؟ ان لو الكبد ابتدى يتعب، وبكلم المصريين وبكلم يعني معظم الشعوب، الكبد عندنا فيها مشاكل. لما الكبد يقل مين اللي بيشيل الحمل؟ الكلية. فانت بدام كبدك مش تمام لازم تخلي بالك من الكلية. لو انت الاتنين سلام لازم تعتني بالاتنين زي بعض بالظبط. اخش في الموضوع بلاش رغي. حاضر. حصوات الكليتين. الجسم ده عنده فيه درجة حموضة، درجة حموضة الدم ثابتة، إنما البول بيتغير طالع نازل حسب الأكل وحسب المية اللي بتشربها. دي أول نقطة فيسيولوجي لازم تفهمها كويس. أول حاجة، إيه أسباب الحصوات دي يا دكتور؟ أول سبب، ما بتشربش مية كتير. مفيش حاجة في أي أنبوبة هتترسب إلا لو المية قلت. طول ما المية بتجري جسمك بيغسل نفسه، فالهايدريشن وجود المية سبب أساسي إن ما يجيلكش حصوات وتحمي نفسك من حصوات الكليتين. تاني نقطة، حمضية وقلوية البول. البول حوالين ستة طالع نازل، بيتغير طبعا لأنه مش ثابت، مش زي الدم. فأنت كل اللي عايزين نعمله ان احنا ما نخليهوش حامض قوي. لو البول بقى حامض جدا اليوريك اسيد هيبتدي، الفوسفات هيبتدي، الاكزاليت هتبتدي. ناخد من النقطه دي الحامضيه. انت يا دكتور انواع الحصوات اللي موجوده ايه بمنتهى البساطه؟ 80% كالسيوم اكزاليت. يبقى ايه ال 80%؟ حاجتين مع بعض، الكالسيوم والاكزاليت. تاني حاجه كالسيوم فوسفات، الكالسيوم والفوسفات. تالت حاجة اليوريك أسيد بتاع اللي احنا بنقول النقرس اللي هو بتاع اللحوم، هتعرفوا أسبابه دلوقتي. في حاجة بعد كده اسمها سيستينيوريا، ودي حاجة يعني جينيتك أو حاجة في الجينات، السيستين ما بيترسب في الجسم، بس دي حاجة نادرة. أنا هتكلم على العموم، 80% الأكزالات و 20% اليوريك أسيد، هم دول الحصوات الكبيرة. نرجع بقى للأسباب تانية، اتكلمنا على المية، اتكلمنا على الحامضية والقلوية. تالت حاجة الأدوية بتاعتك يا حلو يا برنس. الأسبرين اسمه إيه؟ سلسلك أسد. السلسلك أسد اللي هو الحمض ده بيبوظ الكلية لأنها حمض عالي، والكلية بتغسله عشان تغسل الدم من الحموضة بتاعت الأسبرين. ده هعمل له حلقة لوحده ده، عشان اللي بعد الأربعين خد أسبرين خد أسبرين. المهم الأسبرين. وتاني حاجة البروفينات والنيوروفينات والباراسيتامولات، كل المسكنات قاتلة للكلية. الفشل الكلوي دلوقتي بقى عامل كده بسبب المسكنات اللي احنا بناخدها. عايز تحافظ على كليتك يتاخد مرة أو مرتين طول الأسبوع. لو فضلت تاخد مسكنات على طول، انت كل برشمة بتدخل جسمك دي طعنة في كليتك. اللهم هل بلغت؟ ماذا أقول؟ رابع حاجة الانسولين والسكر. واي مريض سكر عارف اللي بيبوظ في الجسم بعد من 5 لـ10 سنين مرض سكر، العينين بتضعف، الاعصاب الطرفيه تنمل ويجيب التهاب اعصاب طرفيه، والكليتين بيتعبوا وينزلوا البروتين. يبقى ايه سبب الكليه بتبوظ؟ السكر العالي. طول ما سكرك عالي انت معرض لحصوات في اي وقت، معرض لالتهابات مجرى البول في اي وقت، معرض لفشل كلوي في اي وقت، لان السكر سم. طول ما السكر عالي، طول ما في سم، طول ما السم موجود مين اللي بيتسمم؟ الكلية والكبد عامة.
يبقى ده مهم جدا، لازم سكرك واطي وانسولينك واطي. النقطة اللي بعد كده الكبد اللي انا اتكلمت عليه، لو كبدك مش تمام مين اللي بيشيل الحمل ويبقى الحمل حملين، السموم كترت في الدم فعايز تتغسل اكتر واكتر واكتر، الكلية الغلبانة. ادي اسباب تواجد الحصوات او الاسباب الاساسية اللي موجودة لم عشان الكلية تتعب. بعد كده بقى الحصوات، يا دكتور انا جالي حصوات في الكلية، حجمها قد ايه عشان نعرف نتعامل؟ اقل من 9 ملي ولا اكتر من 9 ملي؟ اكتر من 9 ملي انت بتتكلم في الترا ساوندز او تتشال بجراحة، يعني بيدخلوا من الظهر يشيلوها، بس طبعا هنحاول مرة واثنين وثلاثة، ده احنا جامدين جدا ما بنسكتش. اقل من 9 ملي الكلام اللي جاي معايا ده هيمشي معاك وان شاء الله ينزلوا كده وتزغرط. ادي الحجم بتاعهم. انا يا دكتور عندي حصلت حصوات في الكلية عايز انزلها لو سمحت، ودي اساس الحلقه النهارده، حصوات الكليه اتخلص منها ازاي من غير ما اروح اعمل الترا ساوند او اعمل عمليات جراحيه. اول حاجه نزود شرب ايه؟ ده انتوا شاطرين ما شاء الله. الميه 3 لتر ل 4 لتر ميه، طول ما الكليه بتتغسل كل ما الميه بتجري في جسمك كل ما الحاجات ما بتترسبش، لان هي الحصوه دي بتحصل ازاي؟ هي عباره عن املاح معدنيه، مغنيسيوم صوديوم بوتاسيوم الحاجات دي، فمفيش ميه فيبتدوا ينزلوا، هم املاح معدنيه يتحولوا لكريستالات زي الازاز كده، الكريستالات دي تبتدي تعبي فوقيها تجذب بقى من النوع بتاعها لحد ما تكبر 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 فتكون الحصوه. فهمت؟ يبقى فهمت قوي. الميه مهمه جدا. الناس اللي بتقول لي في الكيتو يا دكتور انا ابتدى كليتي توجعني لسببين، اول حاجه انت الميه وقعت، لان النشويات لما تنزل من الجسم الجسم بيسيب الميه، فالميه قلت فلازم تشرب ميه كتير. تاني حاجه الاملاح نزلت، فلما الاملاح تنزل كتير الحمل بيزيد على الكليه فيحصل لك المغص. بقول لهم اشرب ميه كتير وخد ملح هيمالايا على كوبايه ميه. يبقى الميه. تاني حاجة حموضة البول، ما اوعى البول بتاعك يبقى حامض قوي، اوعى تخليه حامض شديد الحموضة. اعمل ايه يا دكتور خلصنا عشان نخليه قلوي؟ اقول لك يا سيدي، اول حاجة الساحر، ودي اول ساحر النهاردة، الليمون. وما ادراكم ما عصير الليمون، مش قطرتين ليمون بتوع الصبح على كوبايه ميه، لا ليمون، تعصر ليمونتين كبار على مثلا لتر ميه وتفضل ورايح جاي يخلصوا اعمل غيرهم. الليمون فيه ايه بقى؟ الليمون بيزود قلويه الجسم. ازاي يا دكتور ده حامض؟ لا، هو بيكسر في الامعاء، واللي بيوصل الـ الـ الاملاح المعدنيه اللي هو المغنيسيوم اللي فيه البوتاسيوم اللي فيه، فهو ده اللي بيخلي قلويه الدم. يبقى تشرب ليمون طول الوقت، ده هيساعد الكليه تتخلص من الحصوات لانه بيزود بيقلل حموضه البول. تاني حاجة في بيزود قلوية الجسم كلها. تالت حاجة في ستريت. وعندك يا ريس، أوبا، كلمة ستريت دي اللي ما يطلعش من حلقة الكلية بالستريت يبقى أنا ما عملتش حاجة. أرجع بقى أشوف لي شغلانة تانية. إيه الستريت ده يا دكتور؟ الستريت دي مادة ربنا خلقها بتدخل تلاقي الحصوات تكسرها تدسولف، لو هي موجودة بكثرة مفيش حصوات تتكون، البوليس بتاع الكلاوي بالكليتين اسمه ستريت. بيجيلي الستريت ده منين؟ من الليمون، من المكملات اللي فيها ستريت. ودلوقتي يا أعزائي هتفهموا أنا ليه قلتلكوا في المغنيسيوم خد مغنيسيوم ستريت، في الكالسيوم خد كالسيوم ستريت مش كربونات، البوتاسيوم خد بوتاسيوم ستريت، لان انا عايز اعلي الستريت في ايه؟ في جسمك عشان امنع تكوين الحصاوي في جسمك. ما شاء الله، ده انتوا فاهمين دلوقتي، كل اسراري اتقالت، كل اسراري. يبقى الستريت يعلى بالليمون او بوتاسيوم ستريت مكملات. ده ممكن تجيبه باودر، ممكن تجيبه برشام، حاجتين فظاع مع بعض. البوتاسيوم بيحافظ على الكليه من تكوين الحصوات، البوتاسيوم بيعمل قلويه في البول، البوتاسيوم بيعمل قلويه في الجسم، الستريت اللي مع البوتاسيوم بيمنع تكوين الحصادات. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر واحد بالستريت وبالبوتاسيوم مع بعض. يبقى تاني خط بعد الليمون تشرب ليمون كتير تاخد بوتاسيوم ستريت. ما شاء الله. الحاجه اللي بعد كده عشان امنع حصوات الكلاوي او اقللها، تمنع اسبابها، تمنع الاكل اللي فيه اوكزاليت او ايه هو كالسيوم اوكزاليت. امنع الكالسيوم يا دكتور؟ لا، وتفتح بقى واصحى، الكلام ده مهم جدا، وركز ركز يا دكتور، انت مش تقول هو كالسيوم اوكزاليت يبقى لازم امنع الكالسيوم ولازم امنع الاوكزاليت؟ لا،
وده فرق بين الطبيب وبياع الكنافة. ركزوا معايا، انا عندي دلوقتي ادي كالسيوم اوكزاليت، حطوا مع بعض كونوا حصوة في الكلية، واوحش انواع الحصوات، لان هي بالظبط عاملة كده اهو، يعني مشرشرة بتنزل بالدم، ولما بيبقى في دم في البول بنعرف انها ان هي مش يوريت، اليوريت ناعمة يوريك اسيد، انما الاوكزاليت مشرشرة بتجيب دم، فتتكون الحصوة دي. فانا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اقلل الاوكزاليت خالص، يبقى امنع الاكل اللي فيه اوكزاليت، السبانخ، البنجر، الشوكولاتة الدارك، المكسرات فيها اوكزاليت، البطاطا، هحط لكم الليسته بتاعت الاوكزاليت اللي تمنعوا الاكل ايه في الديسكريبشن تحت، كل اكل الاوكزاليت تمنعه خالص بدل ما ابتدى يكون حصوات او في حصوه اوكزاليت عندك. طب يا دكتور بالنسبه للكالسيوم، اسمع بقى دي النقطه، خد كالسيوم. ايه اخد كالسيوم ما هيعمل حصوات؟ لا، خد كالسيوم في الاكل، خد كالسيوم في الاكل. لو انت خدت الكالسيوم برشام هيترسب في الجسم ويعمل ايه؟ حصوات بالبرشام. انما لما تاخده بتاع ربنا، تركيبه ربنا في الاجبان العضويه، في المكسرات، في الفلفل، الخضروات اللي فيها كالسيوم، هحط لكم في السمسم، هحط لكم لسته الحاجات اللي فيها كالسيوم في الديسكريبشن تحت. فانا دلوقتي خدت بتاع ربنا الكالسيوم ده، فنزل الامعاء بصوره كويسه، يقوم ماسك في الاوكزاليت اللي داخله لي مع الاكل، فلما يمسكوا مع بعض، مش في الكليه، يمسكوا مع بعض فين؟ في الامعاء، فيقوموا نازلين في الحمام. وصلت؟ يبقى انا خليتهم يمسكوا في المكان الصح، فيقوموا نازلين مع بعض، الكالسيوم يمسك الاوكزاليت وبالسلامه بره يا حبيبي. انما لو ما خدتوا مكملات والكالسيوم زاد في الجسم وفي باكل اوكزاليت كتير، هيتقابلوا فين؟ في المكان الحرام اللي هو الكليه، ويعملوا حصوات. يبقى عشان تفهم، اخد كالسيوم يا دكتور في الاكل ممتاز، انما في البرشام اوعى. وصلت النقطه دي؟ مهمه جدا، وناس كتير بيتلخبطوا، خد كالسيوم عشان عندك اوكزاليت عالي. يا سلام يا سلام، ما تاخدوش برشام، وهتفهم في اخر نقطه برضو الكالسيوم بيعمل ايه. النقطه اللي بعد كده، تقلل السكر وتقلل الانسولين. الحصوات دي تعتبر نوع من انواع الالتهابات، واي التهابات في العالم عايزه بكتيريا، والبكتيريا بتطلع بتحب السكر. فالخلاصه كده، طول ما انت سكرك عالي، البكتيريا في الكليه عاليه، فتكوين الحصوات سهل قوي، لان ساعات كتيره قوي البكتيريا دي بتبقى النواه اللي تتجمع حواليها الكريستالات دي وتعمل حصوه. فانت خلي البول بتاعك نظيف من غير بكتيريا، بان سكرك مش عالي. فانت دلوقتي الانسولين لازم يبقى قليل، ولازم السكر يبقى قليل. خلي بالك من الجت بتاعتك، لو عندك التهابات قولون، لو عندك سيلياك ديزيز، لو عندك كرونز ديزيز، الحاجات دي اللي بتاثر على الميكروبيوم في جسمك او الامتصاص بتاع جسمك، بتدخل لي املاح كتير، الكليه بتلاقي عندها حاجات كتير ما بتعرفش تتخلص منها، زي ما قلنا يعني الجهاز الهضمي هو اساس كل المصايب. فخلي بالك قوي من اكلك لو انت عندك الامراض دي. النقطه اللي بعد كده، التبول. لازم تتبول على طول حضرتك، لازم ما تخليش البول جواك كتير. لما البول بيفضل جوه كتير بيترسب، بيبقى يحصل له كونسنتريشن، بيتركز، الكليه بتفضل تزود حاجات جديده عليه والقديم لسه موجود. فلو سمحت ما تحبسش البول كتير، لو سمحت اول ما تحس ان انت عايز تتبول تروح تتبول، لو سمحت ما تجربش قدرتك على حبس البول اطول فتره ممكنه، انت مش في حضرتك، مش في الاولمبياد. بليز تخلص من المخرجات بتاعتك اول ما تحس بيها، سواء الحمام او البول، تخلص منه. جسمك اداك اشاره تخلص منها، لانها لما بتفضل سواء بالامساك في المخرجات او سواء انك حابس البول لسبب، يعني اي سبب، الاثنين دول بيزودوا السميه في الجسم. نقطه مهمه جدا، اجري على الحمام. اروح للنقطه اللي بعدها بقى، المغنيسيوم. الناس اللي كانت بتاخد مغنيسيوم اوكسايد او مغنيسيوم سيترات، لقوا ان هم يقل عندهم الحصوات بشكل كبير، لان بيزيد قلويه البول، فبيمنع المغنيسيوم يزود القلويه. نفس فكره البوتاسيوم، البوتاسيوم والمغنيسيوم يعني، بس في حاجه تانية احلى في المغنيسيوم، انه بيعمل ارتخاء في الحالب، يعمل، فلو في حتى حصوات صغيره تقوم نازله، لانه بيعمل ارتخاء. هو المغنيسيوم ده بتاع النعنشه، بتاع الريلاكسيشن، تمام. يبقى لما تاخد مغنيسيوم اوكسايد او مغنيسيوم سيترات 400 ملي جرام قبل النوم، ممتاز جدا، وهيساعدك انك تتخلص من الحصوات، او لو ما عندكش حصوات يحمي نفسك منها. تعال بقى نيجي لساحر هذه الحلقه، العشبه، اللي تاني معلومه لو ما اتكلمتش عليها في الكليه يبقى انا اشوف لي وظيفه تانيه، الشنكه بياترا. نعم يا دكتور. عشبه سحريه
معروفة جدا في الهند ومعروفة جدا هنا في أوروبا ومعروفة هنا في أمريكا، وأنا معرف عمري ما سمعت عنها في مصر. إن سمعت اشرب تليو واشرب ماء شعير، ده اللي أنا عرفته. إيه الشانكا بياترا دي حضرتك؟ هحط لكم اللينك بتاعها تحت، بودر وبرشام وأحسن الأنواع. إيه هي دي يا دكتور؟ اسمها الستون بريكر، يعني محطمة الحصوات، محطمة الحصوات، اسمها كده. سبحان الله أنا جربتها مع ناس، طبعا هم هنا عارفينها، بس لما جربتها مع ناس بتنزل حصوات لغاية 7 ملي. انت عارف يعني ايه 7 ملي تنزل؟ وخصوصا للرجالة عشان الموضوع المجرى البول اطول. دي اعجاز يعني. في حاجات في الطب كده يعني سبحان الله معجزات. الشانكا بياترا دي، شانكا بياترا، وغالبا البياترا دي جاية يعني هو باللاتيني اسمها الطوب اسمه بياترا، فغالبا هي لها معنى كده يعني. المهم، فانت دي ده عبارة عن شاي. شاي اعمل ايه يا دكتور عشان انزل الحصوات دي؟ اسمع بقى، خد الخطة. 3-4 لتر مية كل يوم، بتمنع الاكزالات خالص. تالت حاجة شاي الشانكا بيطرى مع الصبح وبالليل، الصبح وبالليل شاي، ده بيعمل شاي معلقة على كوباية مية مغلية وتشرب صبح وليل، وتاخد مغنيسيوم 400 ميلي جرام، وتدعيلي على اللي هتشوفه بقى، البلاوي يابا اللي هتنزل والحصوات اللي هتخلص منها، وادعي لي، ابعت لي بقى قول لي ايه اللي حصل. تمام؟ يبقى ده عشب ربنا خلقه سبحان الله بيعمل ايه؟ بيكسر الحصوات، بيفتح الحالب، بيوسع الحالب. فانت عايز ايه اكتر من حاجه؟ تدق لك فوق الحصوات وتفتح لك الحالب. يعني انت يعني ناقص ادخل ايدي اجيبها انا، لا اله الا الله. يبقى الشانكا بياترا دي شيروها، قولوا للناس، اكيد هتلاقوها يعني اكيد بدم منتشره في كل اوروبا كل امريكا، يبقى اكيد في الدول العربيه فيها يعني، شوفوا على النت اكيد هتلاقوها، وهحط لكم انا اللينكات زي ما انا قلت. دي مهمه جدا. الخطوه الاخيره اللي بعد كده الكيتو، واظن ده انتوا اساتذه. الكيتو ده بيعمل ايه؟ الكيتو اكتبوا لي تحت في التعليقات الكيتو ده بتاع ايه وموجود فين ووظيفته ايه. لان هقفش واحد واحد النهارده، ما بتذكروش. الكيتو ده موجود في الدهون وموجود في بعض الخضروات، بياخد الكالسيوم من الدم اللي دخله لنا فيتامين دي، كتر الف خيره جزاه الله خير. ياخده من الدم احطه في العظم، واخده من الاوعيه الدمويه احطه في العظم والسنان، واخده من كل حته في الجسم اللي لاقيه واحطه في العظم واحطه في السنان، الكيتو. فانت لو ما عندكش كيتو الكالسيوم هيعلى، والكالسيوم لما يعلى ايه اللي بيحصل حصوات، سواء فوسفيت سواء حصوات اوكزاليت. اظن كده يبقى الكيتو تاخده مره مع الغداء، المغنيسيوم قبل النوم، تاخد البوتاسيوم من الخضروات اللي هي ما فيهاش اوكزاليت كتير، وتاخد الشانكا بياترا وميه كتير، وانسى موضوع الحصوات، مش هتفكر فيه تاني خالص تماما. نيجي لاخر حاجه اللي هي اليوريك اسيد يا دكتور، النقرس. اليوريك اسيد مرض الملوك، ما اعرفش تجابوه ده منين، ما الملوك مش لازم لحمه يعني، الملوك املاح اليوريت اللي بتترسب في صباع الرجل وممكن في الودان وفي الكليه تعمل لك حصوات، ودي حاجه مشكله كبيره جدا. اعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه عشان تتكون حصوات اليوريك اسيد دي، عايز اسيد عالي قوي، اسيد محترم يعني، من غير ما في اسيدتي عاليه او حموضه عاليه مش هيكون يوريك اسيد. تاني حاجه لازم انسولين وسكر عالي. عرفتوا مرضى السكر بيجي لهم نقرس كتير ليه؟ مش من اللحم حضرتك، ده من السكر العالي، السكر نفسه بيرسب املاح اليوريت. دي مشكله كبيره جدا. عشان كده الفواكه، الفاكهه تجيب املاح في الكليه ويوريك اسيد، لان هي بتعلي الانسولين قوي، ولو انت عندك سكر يبقى السكر بعدها عالي قوي، الجسم معرفش يتخلص فتعمل املاح اليوريت او اليوريك اسيد فيترسب. يبقى اوعى، خلي بالك من حموضه البول، لازم تبقى قليله زي ما قلنا ازاي نخلي البول قلوي. تاني حاجه ما خلي السكر بتاعك واطي. تالت حاجه تقلل، لو انت جسمك ما بقاش عارف يتعامل مع اللحوم، تالت حاجه تقلل اللحوم الحمراء، عشان ما فيش حاجه اسمها لحوم حمراء ولحوم بيض على فكره، كلها بهيموجلوبين، بس هو حاجة درجة كده. تقلل من اللحوم وتقلل من الحاجات اللي فيها يوريت عالية، برضو هحط لكم الليسته بتاعت اليوريت تحت في الديسكريبشن، تقلل من الحاجات دي. ادي موضوع الكلية صعب
يعني ايه الصعوبة اللي فيه؟ طبعا عشان احنا بنشربش مية كتير، عشان بناكل سكريات كتير، عشان الانسولين عندنا مش مظبوط، عشان باكل باخد مكملات بطريقة غلط، معرفش الكالسيوم كربونيت من الكالسيوم سيتريت، المغنيسيوم قليل في جسمي، فبتتكون الحصوات. الموضوع لو عرفناه ناس كتير قوي هتحمي نفسها من الحصوات، ناس كتير قوي هتحمي من صحة الكلية، لان الكلية احد الاعمدة الاساسية في جسمك ليه ما يجلكش انيميا، تحافظ على الضغط وتنظف الجسم كويس جدا. ادي موضوع الكلية انا خلصت. نقطة بقى اللي عايز اتكلم فيها مع عائلة فكر تاني، الشاب الصغير انت لما بتبتدي تنجح هتلاقي ناس كتير قوي تعارضك، بس خد قاعدتين من اخوك الكبير. القاعدة الاولانية، محدش بيعارضك ولا تتارق عليك ولا بيقلل منك الا واحد اقل منك. ليه؟ لان اللي اعلى منك عارف انت بتتعب قد ايه، عارف الوصول للنجاح ليه قدسية قد ايه، عرف انك عشان توصل لهذا المكان انت بذلت ايه، فلا يمكن يتريق عليك ولا يمكن ينقدك نقد سلبي. ما بينقدش الناس نقد سلبي ولا يتريق عليهم الا الاقل منه، لانه مش عارف يوصل لهذا المكان. دي النقطة الاولانية. تاني حاجة، الناس لما تبتدي تنتقدك انت مع خبرة الحياة هتفهم ده بينتقدك لموضوعك العلمي او لهدفك اللي في الحياة او لحلمك اللي انت عايز توصله او للكلية اللي انت عايز تعملها او الكم مليون اللي انت عايز تملكهم، ولا بيقدح في شخصك كشخص. زي ما واحد تكلم مثلا على السكري، ما تكلم واحد مثلا على دواء السكر وعلى الليفل بتاع الخلايا، يقولك هو انت لابس غويشة ليه؟ يعني انت يعني في مثل صيني وانا بعز الصينيين جدا، ان اشرت للاحمق، هو الله وهم اللي قالوا كده، ان اشرت للاحمق على القمر لم ينظر الا لاصبعك او صبعك، على راي اللواء عبد العاطي كفته. فلو سمحت يا شاب يا صغير، اوعى اوعى تخلي الناس تحبطك، اوعى تقف الا لما توصل لحلمك. لو سمحت الدنيا صعبه، بس هو ده الثمن اللي بيدفع عشان تنجح، هو ده الثمن اللي بتدفعه عشان تبقى متميز، هو ده الثمن اللي بتدفعه عشان تاخد خبره. خلي اللي بيتريقوا عليك وقودك خليهم ورا ظهرك، ما خلي عينيك على حلمك وبس. اللي يقول عليك كويس كتر خيره، اللي يقول عليك وحش كتر خيره، انت عندك هدف وقيمه ورساله بتقدمها وتموت وترجع لربنا بثواب اللي انت عملته. الناس لا هتزودك ولا هتنقصك، خليك في طريقك، خد المعارضين وخد المتريقين وخد الناقدين على انهم وقود، على انهم ناس بتتكلم. احنا ما عندناش وقت نتكلم، احنا عندنا وقت نزود قيمه على الارض قبل ما تموت. انا كده خلصت، شكرا ليكم. تابعوا قناتي الثانيه، قناه دكتور كريم علي، وقريبا ابشركم ان انا هفتح سايت جديد، ويب سايت، وهنزل فيه الكتب اللي انتوا عايزينها، وهعمل لكم فيه ازاي تحسبوا الكالوريز بالعربي، وهحل لكم مشاكل كتير قوي قوي قوي. سعادتك، نتقابل بكرة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم، باي.